النادي الاهلي عنده مباراه، وانا هتكلم هنا عن النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا 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 مع النادي الاسماعيلي، واحده من المباريات الكلاسيكيه في الدوري العام المصري، الاهلي والاسماعيلي. اللي هيقول لي اصل الاسماعيلي وحش، الاسماعيلي بيتغلب، اصل الاسماعيلي كذا، الاسماعيلي والاهلي او الاهلي والاسماعيلي لما بيلعبوا مباراه ضد بعض بتبقى الامور مختلفه تماما. يبقى اللاعبين في النادي الاسماعيلي بيستعدوا بشكل مختلف، اللاعبين في النادي الاهلي بيستعدوا بشكل مختلف، لان انت بتلعب النادي الاسماعيلي بقيمته الكبيره جدا مهما كانت ظروفه ومهما كانت امكانياته الفنيه اللي موجوده ومهما كانت نتائجه. فهي مباراه من المباريات الكلاسيكيه اللي مصر كلها بتتفرج عليها. وما زالت ثقه النادي الاهلي وجمهوره في التحكيم المصري شديده جدا جدا جدا. الأهلي لا يطلب إلا العدالة التحكيمية فقط في كل المباريات، بالمناسبة في كل المباريات لا نطلب إلا العدالة التحكيمية، العدالة التحكيمية اللي تخليك يا تاخد ثلاث نقاط يا تتعادل يا لا قدر الله تتغلب. هي دي، هي دي كرة القدم بالمناسبة، فيها الثلاث نتائج دول. ودايما أنا بقول لكم الكلمة دي، أنت بتحاول كلاعيبة في النادي الأهلي أن أنت تبذل أقصى مجهود أن أنت تاخد الثلاث نقاط، ولكن هناك عوامل أخرى الحقيقة دايما بتبقى ضد النادي الاهلي في الفترات الاخيره بسبب الضغط الكبير جدا جدا، منها عامل التحكيم، التحكيم المصري بسبب الضغط الكبير جدا جدا من كل الانديه في مصر على، او من معظم الانديه في مصر على التحكيم المصري. التحكيم المصري ده هو اللي بيقود الدوري خلال الفترات اللي فاتت بالكامل. وقلت لكم النادي الاهلي قد ايه اتضر من التحكيم. وخدوا بالكم، خدوا بالكم، في ناس قصد ان هي تضغط على التحكيم المصري بهذا الشكل علشان تاخد قرارات في صالحها في كل الانديه او في معظم الانديه. ولكن احنا في مرحله الحسم، سواء تحت في القاع او فوق في القمه، ثلاث مباريات متبقيه للنادي الاهلي، الاسماعيلي والمقاولين والزمالك. نادي الزمالك عنده حوالي خمس مباريات او ست خمس مباريات، وبالتالي نطلب العدالة التحكيمية في الثلاث مباريات للنادي الأهلي ولكل أندية الدوري العام المصري اللي فيها حكام مصريين. وزي ما قلت لكم قبل كده، دائما ما يكون التحكيم المصري هو اللي بيعدي ببر الأمان لكل الدوريات. افتكروا كده الدوريات السابقة وإيه اللي حصل فيها، على الرغم دائما من تعرض النادي الأهلي لأضرار كبيرة جدا من التحكيم. دائما لازم هقول الكلمة دي، دائما هقولها، وفقدنا نقاط كبيرة كثيرة جدا خلال هذه الفترة بسبب التحكيم. تخيلوا حضراتكم اللي هيحكم نهائي ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا هو الكابتن جهاد جريش في الوداد، وما أدراك ما ملعب الوداد. هيحكم نهائي دوري أبطال إفريقيا وعمالين يضغطوا عليه. لما قعدت فكرت الحقيقة في هذا الموضوع، قلت طب ليه هو بيخطئ في هنا في مصر؟ بيخطئ بسبب الضغط اللي بيحصل عليه، بسبب الـ المتنافسين في الدوري المصري سواء فوق او تحت، وبيتكلموا وبيضغطوا على التحكيم المصري بشكل كبير جدا. وفي النهايه يكون جهاد جريشه هو حكم لنهائي دوري الابطال. فالحقيقه كل اللي انا بطلبه خلال هذه الفتره هو العداله التحكيميه، ودايما هنتكلم عن العداله التحكيميه. العدالة التحكيمية مش من وجهة نظري أو مش من وجهة نظر مجلس إدارة الأهلي أو مش من وجهة نظر جمهور الأهلي، لا، العدالة التحكيمية اللي موجودة في العالم كله. بالمناسبة لما في أساتذة طلعوا قالوا أصل إحنا ما بنلعبش كرة سلة، ما هو أنا رديت عليكم يا جماعة بالقانون الدولي للتحكيم وماذا يحكم، ماذا يحدث في العالم كله مش في مصر، إن الوقت الضايع أو الوقت البدل الضايع لازم يتحسب كاملا زي ما ضاع زي ما يتحسب. هي دي كرة القدم بالمناسبة. أنا مش عايز برضو أرجع للقديم، ولكن فقدنا نقاط كثيرة خلال هذا الموسم وموسم 2015 و2016 و2017 بسبب برضو التحكيم المصري، بسبب عدم التركيز. دي واحدة على فكرة، خسرنا نقطتين اعتقد في هذه المباراه، تعادلنا. هل دي مش ضربه جزاء؟ ادي ما تتخيلوا حضراتكم ان الكره دي ما اتحسبتش ضربه جزاء للنادي الاهلي. تخيلوا. دي واحده، دي واحده كده دلوقتي سمير جابها لنا واحنا على الهوا.
لكن احنا لو قعدنا جبنا هنجيب لحضراتكم كتير جدا جدا، ومع ذلك هناك ثقة كبيرة جدا في التحكيم المصري. او ده هدف كان ملغي وخسرنا نقطتين، هدف كان ملغي ليه محدش عارف لغاية دلوقتي. في مباراة الاسماعيلي بالمناسبة اللي هنلعبه بكرة ان شاء الله، والنادي الاهلي هيلعبه بكرة، محدش عارف ليه، قال لك محدش عارف ليه الحقيقة لغاية دلوقتي. كل ما نطلبه هو العدالة التحكيمية، عندنا حكام مصريين متميزين، عندنا حكام مصريين الحقيقة يستطيعوا أن يتحملوا الضغط، ولكن يجب أن يكون لاتحاد كرة القدم دور في الفترة القادمة. أنا عارف الكل دلوقتي مشغول ببطولة الأمم والقائمة الحقيقة الغريبة اللي نزلت النهاردة، ووجهة نظر إن دي قائمة غريبة جدا، القائمة اللي اختارها خافيير أجيري، ولكن في النهاية هي وجهات نظر كل واحد أو كل مدير فني بيتحمل وجهة النظر اللي أو اللاعبين اللي بيختارهم من وجهة نظره، هو اللي هيتحمل مش أنا ولا غيري ولا غيري، ولكن إحنا بنحاول دايما نقول الرأي الفني من وجهة نظرنا اللي إحنا شفناها خلال الفترات اللي فاتت، وهيجي وقت ونتكلم عنها في هذه الحلقة. عشان كده النادي الأهلي بالمناسبة لعب مع حكام أجانب كتير، وكسب مباريات كتيرة مع حكام أجانب، وخسر مباريات كتيرة مع حكام أجانب بسبب أخطاء برضه. فكل اللي نتمناه العدالة التحكيمية، مباراة مهمة، مباراة صعبة، الله يكون في عون الحكم بسبب الضغوط اللي بتحصل وبسبب الكلام اللي حضراتكم شايفينه والكلام اللي حضراتكم بتسمعوه. فعشان كده نتمنى أن يكون هناك طاقم لمباراة بكرة، مهما كان النادي الإسماعيلي ومهما كان شكل النادي الإسماعيلي ومهما كان ظروف ومهما كانت ظروف النادي الإسماعيلي، تظل مباراة النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي مباراة من كلاسيكيات الدوري المصري مهما كان. وكفايه ان انت هتحكم لطاقم التحكيم بكره، كفايه ان انت هتحكم مباراه للاهلي والاسماعيلي، كفايه الضغط اللي هيبقى عليك. يجب ان يكون هناك تحرر من طاقم التحكيم بكره من كل الضغوط، احسب اللي انت شايفه صح، احسب اللي القانون بيقولك عليه صح. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا دايما بنطالب بيه كاهلاويه. لا نطالب بشيء اخر بالمناسبه، هو ده اللي دايما بنطالب بيه، العداله التحكيميه في كل المباريات. نتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه جيده بكره ما بين الاهلي والاسماعيلي، ويكون هناك طاقم تحكيم لا يسعى الا للعداله التحكيميه سواء للاهلي او للاسماعيلي. بالمناسبه العداله التحكيميه في ارض الملعب هو ده اللي احنا عايزينه، وهو ده اللي احنا بننظر ليه، وان يتحرر تماما تماما من كل الضغوط اللي بتبقى موجوده خلال الثلاث اربع خمس ايام اللي فاتوا او خلال الفتره اللي فاتت.